الثاني مما تستلزمه شهادة أن محمد رسول الله اتباعه، امتثال أمره، أن نمتثل أمره ولا نتردد فيه، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نفعل الأمر بدون تردد. ولهذا أقول من الخطأ أنه إذا جاءنا الأمر من الله ورسوله قلنا: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ كما يقوله كثير من الناس اليوم، هل الأمر يكون هل الأمر للوجوب أو لغير الوجوب؟ هذا السؤال يجب طرحه وأن لا يورد، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا يقولون يا رسول الله هل الأمر للوجوب أو لا، بل يمتثلون بدون أن يسأل. بعض الناس يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب، يقول: لا تسأل يا أخي، افعل، أنت تشهد أن محمد رسول الله، افعل ما أمر. نعم، لو أن الإنسان تورط في المسألة وخالف الأمر فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب، لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه خالف، وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل.